ما انا مش شكرا فاهم، يا مش جان. فاهم ايه الصور دي يعني. ده اسد دي هدية. علشان عارف ان في جهلة، وان هذا الاختراع هيستخدمه الجهلة اسوأ استخدام، فيستطيع ان يملكهم اكثر واكثر، يعني يبقى بيملكهم اكتر من الاول. يملكهم ويسيطر عليكم. شكرا ما انا مش شكرا فاهم، يا مش جان. فاهم ايه الصور دي يعني. ده اسد دي هدية. بيعمل ايه يعني؟ ورد كمان اهو. شكرا شكرا شكرا. انا يعني بشكركم عشان مراتي تشكركم، بس انا مش عارف ليه. المفروض ان شوف عينك على الحدث.